أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أستمع إلى المذياع في غرفة النوم، ثم أذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة، وأترك المذياع يعمل، فيأتي فيه قراءة قرآن فأسمعه وأنا في الحمام، هل علي في ذلك شيء؟ لا بأس في ذلك، لا بأس أنك تسمع من يقرأ خارج الحمام وأن داخل الحمام، السماع لا بأس به، السماع لا بأس به، نعم.